طيب عودة مشاهدينا الكرام مرة تانية للموضوع الخاص بضريبة القيمة المضافة اللي تم إقرارها النهاردة من لحظات في مجلس النواب. ينضم لي عبر الهاتف الأستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي في الأهرام العربي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ حمدي. يا بس كمان أنا بحضرتك. شايف إزاي إقرار الضريبة اللي بنسبة 13% والسنة الجاية هتزيد ل 14%؟ انتصرت الحكومة المصرية على مجلس النواب وعلى إرادة الشعب المصري وأقرت ما خططت له وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي الإجابات وحفظ ماء الواقي أن البرلمان خفض الضريبة بنسبة 13% هذا العام وأخير وبعد 7 أشهر من الآن ستكون بنسبة 14%. أي أن الحكومة حققت ما تريد وتم إقرار قيمة القيمة المضافة. والسؤال إذا كانت الحكومة نجحت في إقرار قانون القيمة المضافة فماذا عن الأسعار التي ارتفعت بنسبة 20% يوم الإعلان عن مشروع القانون؟ هل سيتم غدا بعد إقرار القانون اليوم رفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 20%؟ خفض بقى يا فندم. رفع الأسعار. يعني هي ارتفعت يوم ما اتكلموا على الموضوع بالزبط. وبكرة ممكن ترتفع مرة تانية. الله أعلم لأن لا يوجد رقابة. لا يوجد لدى الحكومة آليات للرقابة. أعتقد مثلا بالأمس أو أول أمس ارتفعت أسعار السكر إلى 7.8 جنيه. أنا فكرت حضرتك تقول هي ارتفعت بنسبة 20% لما كانوا بيتكلموا فبالتالي تنزل بقى لل 13%. لا ما أنت حضرتك عارف إن إحنا ما عندناش في مصر وبعدين إحنا ما عندناش في مصر، إحنا عندنا في مصر أي رجل أعمال أو أي حد تاجر بيكسب 600-700%. أنا ليا صديق سوري إمبارح كلمني في التليفون بيقول لي أنا راجع مصر لأن عرفت إن السوريين اللي فتحوا محلات بيكسبوا قد دولة الإمارات العربية 1000 ضعف. بيقول لي راجل بيكسب في مصر فتح مطعم 100,000 جنيه. فأعتقد إن السوق إن إحنا ما عندناش رقابة وعندنا رجل أعمال أو كل تاجر بيقع على ما يشاء وإن الدولة المصرية والحكومة المصرية عموما باعت الشعب المصري بالتجار والمعتكرين. طيب. وإلا بماذا طيب. تفسر ارتفاع خد بالك ده وإلا بماذا تفسر ارتفاع سعر السكر بالأمس بعد إقالة أو استقالة وزير التومين؟ ما هو مع الأسف يا أستاذ حمدي إحنا مش عارفين، إحنا كبرنامج هنا هشكي لك شكوتنا، إحنا مش عارفين نتواصل مع مين في وزارة التموين. يعني بالنسبة للوزير والمتحدث خلاص يعني استقالوا، طب المساعدين بيمشوا مع الوزير، نكلم مين في الوزارة؟ إحنا كلم مش مين؟ كلم محتكر، كلم المحتكر اللي بيحتكر استيراد السكر واللحوم في مصر. كان عندك 4 رجال أعمال في مصر من 2007 بيحتكروا كل شيء، حتى الهواء هيحتكروا. مسألة بسيطة يعني، أنا حلتها لك وحلتها حتى لرئيس الحكومة. لو انت عايز تحل مشاكل المصريين شوف التجار الأموال، عندك 4 تجار او كلهم في غرف تجارية. يعني المسألة اعتقد ان حليت المسألة يعني. طب اتمنى ان تبقى معي يا استاذ حمدي.